إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فلا زلنا مع الكبائر، وقد تكلمنا عن كبيرة ترك الصلاة، واليوم معلنا بإذن الله تبارك وتعالى عن كبيرة خطيرة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. وقبل أن نشرع في هذه الكبيرة، فإن هذه الخطبة أتت تكملة للخطب التي قبلها، فلا أقصد بها أحدا ولا أعني بها أحدا، وإنما الحديث للجميع، وأنا أول المعنيين. دائما أقول إنني حينما أتكلم عن خطبة فيها تخويف أخاف، وإذا كان فيها ترغيب أترغب، فأنا أول المعنيين بالخطاب، فلست أخصص أحدا ولست أعني أحدا، وإنما هذه الخطبة كانت محضرة من يوم الأحد السابق، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. يا أحباب رسول الله، موضوعنا اليوم هو موضوع النفاق، نعوذ بالله من النفاق. النفاق يا أحباب رسول الله ينقسم إلى قسمين: نفاق عقدي، وهو أن يظهر خلاف ما يبطن. النفاق العقدي هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وهناك نوع ثاني هو النفاق العملي. النفاق العملي يقع فيه من يؤمن بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم حقا، ولكن تغلبه شهوته، أو يضعف أمام شبهة، فحينها يقع في هذا النوع الثاني. والجميع ينبغي علينا أن نخاف وأن نتهم أنفسنا بالنفاق. كيف لا وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلازم أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، فيقول له: يا حذيفة، أسألك بالله، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في منافقين أو مع منافقين؟ ولا زال به حتى كان على فراش الموت، فقال له: يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ فقال له: لا، ولم أخبر أحدا عنك. هذا مبشر بالجنة، هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خيمته في الجنة، هذا الذي إذا سلك فشل سلك الشيطان فشل آخر. الزاهد العابد الورع، هذا الذي أعز الله به الإسلام، يقول: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين ومع المنافقين؟ فكيف لا نخاف وكيف لا نتهم أنفسنا بالنفاق؟ إذا اتهمت نفسك بالنفاق أحسنت، أحسنت العمل بعدها. يعني إذا اتهمت نفسك بالنفاق أحسنت بعدها العمل، وإذا ظننت أنك على خير وأنه قد اكتمل إيمانك، فحينها تقع في الغرور،
واستكبارا ورب معصية أورثت ذلا وصغارا. كثير من الناس من يعصي فيرجع إلى الله ويتذلل إلى الله ويرفع كفر الضراعة إلى الله. وهناك صنف من الناس من يطغى بطاعته، من يظن أنه قد نجا وغيره من الناس هلكا. لهذا تجده يحكم على فلان بالجنة وعلى علان بالنار. إن الحكم إلا لله. وقد سمعتم في الدرس حينما تكلمنا عن قزناء جاهدت في سبيل الله وكان يحارب وكان يدافع عن الإسلام ويدافع عن الإسلام، ولكن كيف مات؟ انتحر لجرح ألم به فلم يتحمل هذا الجرح فقاتل نفسه. فالإنسان يخشى على نفسه ولا يأمن العقوبة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. يقول الحق تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، هل تعلمون أن كثيرا من المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحسن بكثير مما نحن عليه الآن؟ كثير من المنافقين كانوا لا يتخلفون عن الصلاة المستطول. كثير من المنافقين كانوا يذكرون ولكن ذكرهم قليل. كثير من المنافقين كانوا يجاهدون، ولكن هذا النفاق العقدي زج بهم في نار جهنم. وهناك النفاق العملي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث. الله تبارك وتعالى ذكر النفاق في أكثر من 37 آية، أكثر من 37 آية وفي عدة سور حتى نعلم خطر النفاق. سورة آل عمران والحشر والتوبة والأحزاب والفتح والحديد والأنفال والمنافقون سورة كاملة. سورة المنافقين والمنافقون والنساء والعنكبوت والتحريم، فهذا دليل طابع أيها الإخوة على خطر هذه الفئة. خطر عظيم. وكما ذكرنا أن النفاق قسمان ولا نتكلم عن القسم الأول، أعاذنا الله وإياكم بذلك. القسم الأول هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ونحن لا حاجة لنا بهؤلاء. حديثنا اليوم عن الصنف الثاني، فما هي صفات المنافقين؟ أما عن صفات المنافق فقد بينها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وأول صفة من صفات المنافقين الكذب. الكذب. يقول الله تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما كثير الاشتجاب الإيمان هنا، ثم بعد ذلك يدعي الطهر والنقاء. نحن لا نطعن في أعراض الناس، لا يجوز قطف المصنعات أبدا، ولكن نتكلم عن الشريعة، عقيدة ينبغي أن ترسخ في الأذهان وتعلق في القلوب. ينبغي أن نستمسك بهذه العقيدة حتى ننجو من النفاق، أعاذنا الله وجميع الحاضرين من النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. الكذب هي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أو يكون المؤمن جمالا؟
قال نعم. قد يجب أن يسمى الإنسان المسلم. أشعر المؤمن باقيا؟ قال نعم. قد يكون المؤمن باقيا. أو يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. إذن الكذب من صفات المنافقين وهو نفاق عملي. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب. فأول آية أي علامة هي الكذب. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف يخلف الميعاد وإذا خاصم فجر. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي رواية أخرى آية المنافق أربع ومنها إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ولكن متى يصير الإنسان ويطلق عليه هذا الوصف؟ إذا كان هذا الوصف لازما له وإذا قصد ذلك. فإذا الإنسان وقع في كذب غير متعمد. ذكرنا عن الكذب أنه كبيرة من الكبائر والحالات اليسيرة التي يجوز بها الكذب إصلاح ذات البين وحديث الرجل إلى زوجته وكذبه مما ذكرنا وفصلنا سابقا فلا داعي أن نذكر من جديد. ولكن الذي ديدنه الكذب ودأبه الكذب فليحذر فإنها أمارة وعلامة من علامات النفاق فتجنب الكذب. اللهم إنا نسألك الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين في القول والعمل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له وويل له. والويل كما ذكرنا نهر من أنهار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. هذا لا يعني أن الإسلام ليس فيه فسحة ولا يعني أن الإسلام المسلم أن الإنسان المسلم لا يبتسم ولا يضحك ولكن يضحك بما شرع الله يضحك بما أباح الله اضحك واضح كما ابتداء ولن لك فسحة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما كانت عائشة تستمع إلى الجاريتين اللتان كانتا تضربان بالدف فقال أبو بكر رضي الله عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد. فاستنبط العلماء جواز الدف في المناسبات في الأعياد. دعهما فإن اليوم عيد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحمل عائشة رضي الله عنها على كتفيه حينما تضع رقبتها وعنقها فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون قال حتى تعلم يهود أن فيه نفسها. فالمؤمن يضحك ويبتسم بما أحل الله ليس كما يفعل كثير من الناس. من أساء إلى الإسلام أول من أساء إلى الإسلام بعض المسلمين هنا
إيمانك بالله يلتزم قط. يقول لك وكأنه يقول الأسنان عوره لا يلتزم. فلا تظهر أسنان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى تظهر نواجد رصق النواجد. أنت أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العلامة الأولى الكذب، العلامة الثانية الغضب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاهد غدر، والحديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو، فمن أعطى عهدا لرجل أو لامرأة أو لولد أو لصديق أو لولي أمر ثم قاله أو غدر به بلا سبب، بلا سبب، فهذه علامة وركن من أركان النفاق، أعاذنا الله إياه من النفاق. فهذه علامة وأمارة من النفاق. الأمارة الثالثة الفجور في الخصومات، وإذا خاصم فجر واخرج إلى أي شارع من شوارع المسلمين وتنظر هذا والجميع يعلم ذلك. كلمة واحدة يسب ويشتم ويفسق ويفجر، هذه علامة وأمارة من أمارات النفاق. العلامة الرابعة الإخلاف في الوعد، وإذا وعد أخلف. وللأسف الشديد مواعيدنا غير محددة وغير مبينة، ولا نعطي أهمية للميعاد. تقول لشخص نلتقي بعد صلاة العشاء إن شاء الله، نحن نقول إذا لم يكن له عذر، فيأتيك على الساعة 11 كما فعل أحدهم، طاف هذا البيت عن الساعة 11، يقول له كنت بعد العشاء الثانية التاسعة، بعد العشاء 11، فينبغي أن نحدد مواعيدنا، وأفضل ما يحدد به الميعاد هي الصلاة. نلتقي في صلاة الظهر، نلتقي في صلاة العصر، نلتقي في صلاة المغرب، فلتكن مواعيدنا محددة ومبينة. فالعلامة الرابعة إخلاف الوعد. العلامة الخامسة الكسل في العبادة. يقول الحق تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ثم يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد ورد فيما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متى كان صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها سئلت متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستيقظ لصلاة الليل أي لقيام الليل، قالت كان صلى الله عليه وسلم يأتي وفى يسمع الأذان يقف يقف يسارع لا يأتي الأذان ويؤذن ويذهب منكسرا وذليلا وبكسل ويستثقل الصلاة، لا، وإنما يذهب ويثب ويسارع ويصلي في بيته ما تيسر من النوافل، لا يجعل بيوتكم مقابر، لا يجعل بيوتكم مقابر، اقرأوا فيها القرآن، صلوا فيها، صلوا في بيوتكم، لا يجعل بيوتكم مقابر، لا تجروا هذه البيوت، اعمروها بذكر الله، اعمروها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعمروها بقراءة القرآن، اعمروها بالمجالس الطيبة، لا تعمروها بمجالس اللهو والغيبة والنميمة. والأخيار أين أوقات؟ قل لي ما عنديش وقت، أين تقضي هذا الوقت؟ يسهر مع الفيلم أربع سوايع وما يباليش، لا يبالي بذلك، ولكن لا
لو موعظة ما كانت ساعة وربع، يقول طويلة وأثقل علينا وهذا لا يحسن وهذا وهذا وفيه وفيه وقال وقال، ثم يتصيد منك كلمة واحدة خرجت ربما على غير قصد فيقيمها ويخرج بها إلى الناس، وهذه علامة من علامات النفاق الكذب والافتراء على الناس. كذلك الرياء يراءون الناس، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من راى الله به، ومن سمع سمع الله به. من راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولكن هل يعني هذا أن الإنسان لا يعمل فعلا؟ لا يعني ذلك. هناك من يعمل في السر ويراهي، يقدم مبلغا لم يره أحد ويقول قدمت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. إن كان من باب التحفيز فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: ماذا أنفقت؟ يعني عمر: ماذا أنفقت؟ فيقول: أنفقت نصف مالي. ثم يسأل أبا بكر: ماذا أنفقت؟ فيقول: أنفقت مالي كله. هذا من باب التحفيز ومن باب التنافس، وإن كان من باب المحاسبة. قال: فعلنا كذا وكذا في هذا الأسبوع وفي هذا الشهر، نتحاسب ماذا فعلنا وماذا لم نفعل. ولكن الله أعلم بما في القلوب حينما تقصد بهذا العمل السمعة، حينما تقصد بهذا العمل المحمدة أن يحمدك الناس، حينما تقصد بهذا العمل أن يذكرك الناس، هذا هو الرياء. نعوذ بالله من الرياء. والرياء يسمى الشرك الخفي أو الشرك الأصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليسوا المسلمين؟ قال: بلى، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم فطور أموال يتصدقون بها، وكان لهم حظ من الليل، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قدام الناس إنسان صالح، قدام الناس إنسان ورع، قدام الناس إنسان زاهد، قدام الناس إنسان عادل، ولما يخلو في جهاز الكمبيوتر أو يخلو بتلفزة أو يخلو بمرأة أو يخلو إلى ما خلوت الدر يوما، فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يقبل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. ويقول الشاعر أيضا: وإذا خلوت في ظلمة بريبة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: يا نفس، إن الذي خلق الله يراني، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا من تبرز الإيمان، يا من تظهر الخشوع، ماذا تفعل في خلواتك؟ ماذا تفعل في خلواتك؟ كذلك المجاهرة على النقيض، هناك من يستره الله فيذهب فيشاهد بنفسه: فعلت كذا وذنب كذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجابرين، كل أمتي معافى إلا المجابرين، فلا تجابر. وإياك إياك إياك أن تعصي الله عز وجل في الخلوات، استحضر عظمة الله عز وجل. وإني أصف إلى حضراتكم إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت،
علينا. إني أضرب لكم مثالا، الإنسان تنظرون إلى نشرات أخبار الليلة، لماذا حينما يكون المذيع سواء في إذاعة أو في تلفزيون حينما تعطى له إشارة مباشر يصير جديا ويعمل بجدية ولا يستهتر ولا يستهزئ رغم أنه لا يرى حوله إلا الكاميرات، ليقينه أن الملايين يشاهدونه من وراء الفضائيات من وراء الشاشات ليقينه. أو لست على يقين من أن الله يراك؟ إذا استشعرت هذا المعنى فحينما يأتيك الشيطان استعذ بالله، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا وإما يزعلك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن العلامات لا زالت باقية ولا يتسع المجلس أن نذكرها كلها، فسنعجبها إن شاء الله تعالى إلى الجمعة القادمة. فليحرص كل واحد منا إن كانت فيه علامة من هذه العلامات أن ينزعها وأن يتخلص منها، وليعلم أن هذا الذي وقع فيه إنما هو خبر خبر عظيم، فليتق الله وليسترجع. هلموا إلى الله، فروا إلى الله، أقبلوا على الله، فلا سبيل لنا بعيدا عن الله. إي والله لا سبيل لنا بعيدا عن الله، لا سبيل لنا بعيدا عن الله، ليس لنا إله غيره جل جلاله فندعوه، فلنتق الله عز وجل في السر والعلن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله يبينان. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى به إلى نار جهنم. أعوذ بالله من ذلك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين. ربنا آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.